هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. الجو هيكون بارد في أول الليل وشديد البرودة في آخره على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، قد تصل لحد الضباب على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة. كمان في نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يمكن الجو النهاردة دافي شوية بالنهار وبالليل برد، درجة الحرارة النهاردة 24، بس في نشاط للرياح. ممكن حضرتك تطمنينا أو تدينا تفاصيل أكتر عن أحوال الجو النهاردة؟ هو طبعا بالفعل بعد انخفاض قيم درجات الحرارة اللي كان مؤقت بالأمس، وسجلنا عظمى على القاهرة الكبرى 21 درجة مئوية، اليوم هتبدأ مرة أخرى بالضبط، ده بالأمس امبارح، اليوم هتبدأ قيم درجات الحرارة يحصل فيها ارتفاع، هنتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية، فده هيؤدي لارتفاع قيم درجات الحرارة، كمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، عدم وجود أي سحب مؤثرة، فده هيخلي في ارتفاع عن امبارح بحوالي 3 درجات، لأن اليوم العظمى على القاهرة الكبرى هتكون 24 درجة مئوية. فالأجواء بالفعل النهاردة هتكون أجواء دافية بشكل كبير في معظم المحافظات الموجودة في السواحل الشمالية للبلاد، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. أجواء كمان هتكون مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده هيكون فترة النهار خاصة مع وجود أشعة الشمس، لكن مع طبعا غياب أشعة الشمس ودخولنا فترات الليل بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. الانخفاض ده بيكون محسوس أكثر في ساعات الليل المتأخرة اللي هي فترات الفجر وفترة الصباح الباكر. فبنبدأ فترة الليل بالأجواء الباردة، بتكون أجواء شديدة البرودة في ساعات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، خاصة كمان في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة، المحافظات اللي ليها ظهير صحراوي بشكل كبير، لأن بالفعل النهاردة كمان هيكون في نشاط للرياح مع فترة المساء بساعات الليل في معظم المحافظات الشمالية، يعني الوجه البحري، القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، هيساعد ان احنا نحس بمزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره، ده طبعا فترات الليل. كمان اليوم الشبوره المائيه كانت شبوره مائيه كثيفه في بعض الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وادت طبعا لانخفاض رؤيه افقيه على الطريق، لكن هي ساعدت كتير وهتتلاشى تماما من على اغلب الطرق لانها بتتلاشى وبتختفي مع سطوع اشعه الشمس. بكره ان شاء الله الخميس والجمعه هيكون في مزيد إن الارتفاع في قيم درجات الحرارة، يمكن احنا ذروه الارتفاعات هتكون يوم الجمعة اللي جاية عظمى على القاهرة الكبرى 29 إلى 30 درجة مئوية فترة النهار، فبالتالي الأجواء هتكون أجواء حارة بشكل كبير، هيكون في نشاط للرياح المثير للرمال والأتربة. هنأكد هنا بلاش تخفيف الملابس، لأن بعد الارتفاعات هيكون في انخفاضات، فالنصيحة المهمة في الفترة دي عدم تخفيف الملابس، عدم تغيير نوعية الملابس بشكل كبير، خاصة لو بنخرج فترات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر، لأن في تذبذب كبير في قيم درجات الحرارة بين النهار والليل يتجاوز ال 10 وال 15 درجة مئوية بين اليوم والتاني. كمان طبعا مرضى الكسية الصدرية والجيوب الأنفية ناخد بالنا بشكل كبير الفترة اللي جاية، وإحنا خارجين نفضل طبعا ارتداء الكمامات، وخاصة يوم الجمعة اللي جاية القيادة تكون بالبقسام على أغلب الطرق مع الشبورة المائية فترة الصباح الباكر، لأنها أيضا مؤثرة معانا خلال الأيام اللي جاية، وطبعا نستمر في المتابعة الجيدة للنشرات الجوية. أكيد طبعا، وبنشكر حضرتك دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، نصائح مهمة جدا ياريت نخلي بالنا. دلوقتي تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة في القاهرة والمحافظات. في القاهرة العظمى 24 والصغرى 15، وفي العاصمة الإدارية 24-14، الإسكندرية 23-13، والعلمين الجديدة 22-12، مطروح 21-12، ودمياط 22-15، بورسعيد 22-15 أيضا، والإسماعيلية 23-14، السويس 23-14، والعريش 22-12، كاترين 15-3، وطابة 22-13، حلايب 27-17، وشلاتين 29-16، شرم الشيخ 26-16، والغردقة أيضا 26-16، الفيوم 24-10، وبني سويف 24-11، الوادي الجديد 25-12، وأسيوط 25-11، سوهاج 26-14، وقنا 26-13،
الأقصر 26-14 وأسوان 27-15. طبعا زي ما حضراتكم شايفين درجات حرارة مرتفعة، ولكن نخلي بالنا زي ما دكتورة منار قالت لنا، لأن الجو هيكون دافي جدا بالنهار ولكن بارد أو شديد البرودة في الليل وفي آخر الليل. على العموم عودة مرة أخرى تانية لمصطفى والبسنت ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا يا هلا.